عن جد هذا انت هون؟ ولا عم شوف حلم يوسف؟ شو صار حبيبي؟ لا تكون شفت كابوس. نانا قومي بسرعة، بدي ورجيكي شي مهم. يلا تعالي معي فورا. وشو هاد اللي بدك تورجيني اياه؟ مفاجأة. طيب لوين رح نروح؟ سر، يلا امشي معي. لازم نكون هادين وما نطلع صوت بنوب، مشان عمك ما يشوفني وانا عم امشي. ما رح يشوفك لا تقلقي، هو بغرفته هلا. يلا اسرعي. يلا. لوين بدنا نروح حبيبي؟ ما رح تخبرني؟ ما ضل كتير، اصبري، إذا خبرتك ما بتكون مفاجأة. إيه؟ ليش اجينا لهون؟ لأنه المفاجأة هون. كوبوش تعال. طيب يوسف هذا كيف اجى لهون؟ نانا، كوبوش، كوبوش، هي نانا أفضل صديقة عندي، تعالي العبي معه كمان. كتير لطيف مو هيك؟ حلو لطيف، كتير صغير. طيب ليش اجينا لهون بالسر وما خبرنا حدا؟ لأنه كوبوش سرنا يا نانا، إذا عمي عرف بوجوده ما بيخليه هون. ليش؟ عمي كان عنده كلب من قبل فاتشة، بس صار كتير ينبح ويهجم على الكل، لهيك عمي بعته على بيت الجزيرة وهو عايش هنيك. معناها عمك حب انه يحميك من الكلب. بس شوفي هاد كتير صغير وما بيساوي شي لحدا. ما هيك لازم ناخد اذن من عمك. ما بيسمح لنا. بلا ما نخبر حدا، أنا بدي خليه عندي نانا. بس عمك رح يعصب إذا عرف. منخبيه بالسر، إذا ما شافه ما بيعصب، أنا وإنتي منهتم فيه بالسر. نانا، عمي جاي. انتو شو عم تساووا عندكن؟ ولا شي، عم نشم هوا بس. صباح الخير عمي. عم تشموا هوا؟ مو المفروض تكوني بتختك؟ ليش نزلتي؟ يا قطعة من النار، ليش لساتك لابس بيجامة؟ احكولي لشو عم تخططوا؟ أنا خبرتك إنه عم نشم هوا. تمشينا شوي بالجنينة. ممنوع تمشي وتتعبي حبيبي، بكفي مشي كل هالقد، عمك معه حق. ألو؟ على شوي كان رح يمسكنا مو هيك؟ إيه مزبوط حبيبي. إذا تركنا كوبوش هون بيلاقوا الحراس وبيخبروا عمي، شو بدنا نعمل؟ انت لا تشغل بالك ابدا، انا رح لاقي حل لهالقصه. انت جيب كوبوش وعطيني اياه بهدوء. يلا. انت شو رح تساوي فيه؟ كوبوش رح يكون ضيفنا بالغرفة، يعني ضيفنا السري، رح نخبيه. يلا خلينا نروح قبل ما يشوفنا عمك.
طيب شوفها. يلا نانا فوتي لجوا. نجحنا نانا، ما حدا شافنا. أمي صحيح إنه نجحنا، بس يلي بدنا نساويه هلا أصعب شوي. لازم ننتبه وما نورجيه لحدا. يا ترى كوبوش جوعان؟ غراضك بالشنطة نسليها؟ لسه ضل كم غراض ببقى بدبون المسا. اتصلي فيني كل يوم المسا مثل ما وعدتيني. معقولة ما اتصل؟ كتير بشتاق لك. إن شاء الله خير يا بنتي، إذا ما نجحتي بهالشي تعالي بسرعة. رح أنجح خالتي، بتعرفي إنه هاد حلمي، رح أنجح. الله يسلم نانا، هي غيرت لي حياتي. الله يرضى عليها. حتى نسليهان رح تتخلص من هالعيشة وأنا لساتني عم بجلي ونظف. خير بدك شي يا روحي؟ يوسف بدك شي لأعطيك يا؟ أنا بدي حليب بس بدي كاسة كبيرة. ماشي يوسف رح صب لك أكبر كاسة حليب. طيب يوسف انت بس بدك حليب؟ ليك نحنا سوينا كيك كتير طيب، بتاكل كمان؟ لا بدي 15 قطعة مرتديلا. 15 قطعة مرتديلا؟ انا كتير جوعان وبدي سجق كمان. ماشي حبيبي قول شو بدك وآينور بتحضر لك ياهن. ماشي. في جاج يا ترى؟ ايه في يا ابني، بس بدك تاكل جاج من الصبح؟ شو ساويت حبيبي؟ كوبوش كيف رح ياكل كل هالأكل؟ أنا برأيي بياكل كل شي. كوبوش شوف أنا جبت لك الأكل. هو كتير حب الجاج، يمكن كان كتير جوعان. معقولة ما عنده عيلة نانا؟ على الأغلب ما عنده عيلة يا عصفوري، لأنه لو عنده أم ما كانت تركته أبدا. لا تزعل كوبوش، أنا ونانا رح نكون عيلتك. هو كتير محظوظ لأنك لقيته يا روحي. أنا كتير جوعانة، إذا بدك كل معنا. وأنا جوعان يا عمي. عم تاكلي جاج بهالوقت؟ شوفي يا، أنا كتير بحب الجاج. جاج، مرتديلا وسجق؟ أنا كتير جعت بالمشفى، الأكل يلي هنيك ما كان طيب، لهذا السبب عم بشتهي كل شي هلأ. أنت لا تشغل بالك، نحنا مناح. إيه أمي نحن عم نسمع كلامك، مو قلت لنانا ما تمشي لهيك قاعدين.
شو عم تخبوا عني؟ شو هاد؟ كابوس.